انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة 41 من معرض ليالي رمضان الذي ينظم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ليوفر للمتسوقين خصومات تصل إلى 75%. معرض ليالي رمضان تجربة تسوق لا مثيل لها، فعلى مساحة تزيد عن 16,000 متر مربع في مركز إكسبو الشارقة يأتي المعرض ضمن فعاليات مهرجان رمضان الشارقة، وافتتحه سعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال. فيما بدأت الزيارة بتفقد الركن التراثي الذي يضم المشغولات اليدوية والبخور والمشروبات والأطباق الشعبية والرمضانية. هذا المعرض الذي ينتظره الجميع الحقيقة ويحبونه وينتظرونه من عام لعام في شهر رمضان الفضيل. هذا المعرض يضم تشكيلة كبيرة من أشياء خاصة بالتسوق، السلع التي تنتظرها الناس خاصة للتزين للشهر رمضان وأيضا لفترة العيد. فجميع الملزومات موجودة في هذا الحدث في مكان واحد. أيضا حرصنا أن يكون في طبعا الشق الثقافي، القرية التراثية موجودة اللي نحن فيها الآن، أيضا تبرز القيم الأصيلة لدولة الإمارات ويعني تراوي الجمهور الثقافة الإماراتية الصحيحة. الحمد لله نحن نقول عندنا نحن عديد من الفعاليات منتشرة في إمارة الشارقة جغرافيا، في مدينة الشارقة عدة فعاليات تم التعاون مع الجهات الحكومية وهم طبعا شركاء استراتيجيين مثل بلدي الشارقي ودائرة التنمية الاقتصادية في تحديد مواقع لتنظيم بعض الفعاليات في الحدائق والأماكن العامة. أكثر من 200 عارض ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية متنوعة تقدم تخفيضات تصل لأكثر من 75% والعديد من العروض الترويجية الأخرى. احنا بصراحة بنستنى إكسبو الشارقة يفتح كل سنة او كل الشهور اللي بيفتح فيها، لانها بتعوضك الشهور اللي انت ما بتجيبش فيها حاجة. فبصراحة الاجواء هنا عائلية، الاسعار تنافسية، لو رحت مثلا اي براند او برا بيبقى الاسعار طبعا مش في، لو عملت مقارنة ما فيش مقارنة خالص، لان الاسعار هنا بتبقى خصومات مهولة بتتعدى 90%. المعرض يقدم آلاف المنتجات في تنوع يجعل من التسوق في الأمسيات الرمضانية تجربة ممتعة وجاذبة للعائلات والمتسوقين من مختلف الفئات الاجتماعية. إذن يمثل معرض ليالي رمضان فرصة لتعزيز مبيعات قطاع التجزئة، لا سيما في ظل العروض الكبيرة الذي يقدمه المعرض المستمر حتى 10 أبريل القادم. لأخبار الدار وليد الأصبحي، الشارقة.